صلوا على الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتخبين المنتجبين، وعلى الأولياء والصالحين، وعلينا معهم إن شاء الله أجمعين. وبعد، فإن الحديث عن مجالس الصالحين ترجع بنا إلى الحديث عن أصل هذا الدين، وهو النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون إلا عن علم ومعرفة، وأما عن جهل ودروشة فهو ابتداع لاتباع. لذلك فإن الله تعالى أول ما بدأ بتمام تعليم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لنشر منهجه الشريف بقوله تعالى: قرأ باسم ربك الذي خلق. والقراءة تستدعي أن يكون هناك مقرئ وقارئ، معلم ومتعلم، مربي ومريد، متحدث وسامع. أما ما عدا ذلك فلا يؤبه لهم ولا ينظر إليهم ولا يتحدث معهم. وهذا المنهج، منهج القوم، منهج أهل الصلاح، منهج مقام أهل الإحسان. ما بلغ أصحابه مبلغهم من هذا المقام إلا بعد أن ترقوا من مقامين شريفين: مقام الشريعة ثم مقام الطريقة، مقام الإسلام ثم مقام الإيمان ثم مقام الإحسان. أما أن يؤخذ التصوف على أساس أنه أذكار ودروشة وطار فهذا لا يعد تصوفا. لذلك قالوا: طر إلى الله بجناحي الكتاب والسنة، وما عداه فزندقة. إذ أن إبليس فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم صلى الله عليه وآله، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. معنى هذا أن القوم رضي الله عنهم وأرضاهم عندما عندما وصلوا إلى مقام الإحسان تدرعوا بعباءة الشريعة الشريفة، فما صدرت منهم لا شطحات ولا صدرت منهم سواقط الكلام، ولا صدر منهم ما يبعد عنهم الأنام. هذا الإمام الرفاعي الكبير قدس سره العزيز، ألف ألف محبرة تجتمع في مجلسه الشريف عندما يبدأ بالحديث. وقد قال بعضهم إن في يوم مجلسه يجلس أهل بغداد فوق الأسطح يستمعون كلام الشريف وهو في البصرة. لماذا؟ لأن الله تعالى زرع له القبول بالعلم. وإن الله لا يتخذ وليا جاهلا، ولاتخذه علمه وأقراه ورقاه. أتحدى كل من يناطح التصوف أن يأتي بكتاب واحد من كتب الكمل كسيدي عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد الرفاعي، سيدي البدوي، وسيدي الدسوقي بما يناقض الشريعة. لن يجدوا بتاتا.
ولو نخلوا جميع الكتب ونستطيع أن نقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وهذا ما نراه الآن في كثير من الطرق، فقط مجالس طار وأذكار طار وأذكار، أما مجالس علم كهذا المجلس المبارك فقليل ما هم، قليل ما هم. بارك الله في هذا المجلس وفي القائمين عليه وفي من يحضر من أجل أن يكسب البركة. لذلك ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لأن أتعلم مسألة من العلم خير لي من قيام ليلة، لأن أتعلم مسألة من العلم خير لي من قيام ليلة. كثير ممن يسلكون الطريق لا يعرفون مبادئ الوضوء. ناهيك عن مبادئ أركان الصلاة وسننها وواجباتها، ويريد أن يصبح وليا. كيف تدخل إلى حضرة الجبار وأنت لم تتعرف كيف تكون من الأطهار؟ فإن الله لا يعبد على جهل، وإن الله لا يعبد على غي، وإن الله لا يتقرب إليه بطار ولا يتقرب إليه بما يكره. عند قال الإمام الجنيد: قدس سره العزيز ويحرم على المريد إن لم يبلغ مبلغ الرجال من العلم أن يحضر مجالس القوم. وما بلغ الرجال من العلم، على الأقل أن يعرف ما هي أركان الوضوء وما هي سننه وما هي واجباته، ثم الصلاة ما هي شرائطها وما هي سننها وما هي واجباتها. أريد أن يسحب السبحة. قال شيخنا رحمه الله: الله يملي والشيطان يملي، الله يملي والشيطان يملي، الشيطان أملى لهم علمهم: خذ الورد الفلاني واسبح تظهر لك الروح. لا نريد روحانية، نريد روحانية رسول الله، عن علم لا عن جهل. نريد الاتصال بالأولياء عن علم لا عن جهل. أما أن أترقى لأطلب المشي على الماء، فإن السمك يمشي على الماء والضفادع تمشي على الماء، هذا ليس بكرامة. وأن أطير في الهواء فالغربان تطير في الهواء. كرمنا تطير تصبح غراب تطير في الهواء وأنت جاهل؟ الله الله. عندما وقف إبليس في الرؤيا التي تروى عن سيدنا وملادنا عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز، قال: فرأيته على منبر من نور عليه عمامة خضراء، فقال لي: يا عبد القادر، كافحت فوصلت واتصلت ونلت، أبشرك أننا قد رفعنا عنك التكاليف فافعل ما شئت. قال عبد القادر: خسئت عدو الله، محمد رسول الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما رفعت عنه التكاليف، أترفع عن مثلي؟ فقال الإمام: فسقط كأنما فحمة. قال: أضللت بهذه المسألة 70 وليا. أيضل الولي؟ هل الولي أشرف من سيدنا أبو بكر الصديق؟ قال: لو إن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. لن أطيل، إنما أقول: بورك لكم في مجلسكم، وبورك لكم في من يقوم بهذا المجلس، وجودكم سيد، وبورك في أرباب هذه الزاوية وأرباب هذا المجلس المبارك. آمين. ولكن لي طلب وحي: لماذا يحضر فقط من تعدل 30؟ لماذا؟ ما المانع من أن يحضر شاب عمره 20 سنة؟ جيبه معك، رغبه،
قل له تعال لا تجيب مجلس الذكر، ائت به إلى مجلس العلم يسمع 20 دقيقة ثم قل نخرج. إلى أن وكان صلى الله عليه وسلم يترفق بأصحابه يترفق، قال لا نتعدى الآية حتى نعقلها ونعمل بها. أما أن نترك أبنائنا وفلذات أكبادنا يتلقون الإلحاد ويتلقون ما عدا ذلك ونحن هنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المصطفى علق الأمانة في أعناقنا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دعاة خير ودعاة إقبال، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا أسرار أهل اليقين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يفيض علينا من نبحاتهم في برازخهم العلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك الله في السيد محمد والسيد خالد وإخوانهما وذراريهم، اللهم آمين. والسلام عليكم.